مقابله يعني ديربي وفاب على ديالو يعني مقابله كانت في المستوى يعني ولكن نستحقوا الهزام لان الدريق قدم مقابله كبيره في المستوى انما تتبقى التجربه خانتهم نظرا للسن ديالهم خلاتهم يتهاونوا شويه في الاخر ديال المقابله وتبركوا الاهداف اللي ما خصهاش تبركها مي حنا استفدنا بزاف من هذه المقابله هذه الحمد لله حنا راضيين على العمل اللي تنقدموا واللعابه قدموا مقابله كبيره وتنشكرهم بهذه المناسبه هذه على المقابله اللي قدموها عدم تجربه للوليدات اما المقابله كانت كبيره قدموا مقابله كبيره بكل صراحه كانوا مسيطرين هما اللي كانوا دايرين النجوم هما اللي حققوا فرص بزاف وبرهنوا على المستوى ديالهم بكل حقيقه يشكرون بهذه المناسبه المقابله اللي قدموها ومستقبل حنا في المثل هدفوا في المقدمه يعني والهدف الاول هو التكوين وحنا ناجحين في المشروع الحمد لله وتنتمناو ديما نكونوا في المقدمه حتى نهائي البطوله ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.